شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، صباح الخير. يسعني أن أكون موجودا في القاهرة اليوم، ويسعني أن أهنئ لك سيدي الوزير عبد العاطي على تعيينك كوزيرا جديدا للخارجية. ناقشنا هذا الصباح، كنا نناقش هذا الصباح التعاون الوثيق بيننا وبين مصر على مدار الأعوام القليلة السابقة وخلال هذه الأوقات الصعبة غير المسبوقة. لقد سلطت الضوء سيدي الوزير على الهجمات التي تعرض لها الأونروا، واعتبر من اليوم حوالي 200 موظف لدينا تم قتله منذ بداية الحرب. نحن نتحدث عن هجمات على مقر الأونروا، ومرة أخرى هذا الأسبوع كان هنالك هجمة مأساوية على أحد المدارس أدت إلى وفاة عدد من الناس الذين كانوا يتخذون من المدرسة مأوى لهم. كان هؤلاء الفلسطينيون المهجرون يتخذون من هذه المدرسة مأوى لهم، وقد تم ضرب أو تدمير أكثر من 50% من مؤسستنا، ومع مقتل حوالي ما يزيد عن 500 شخص عندما كانوا يحاولون اللجوء إلى هذه المؤسسة الأممية. ومنذ بداية الحرب كانت مؤسستنا لعدة مرات هدفا للعمليات العسكرية سواء من حماس أو من الجيش الإسرائيلي. لقد رأينا منذ بداية الحرب أن المبعوثين كان يتم منعهم من تقديم المساعدة أو يتم استهدافهم وضربهم خلال العمليات العسكرية. وما يتخطى كل هذه الأمور والهجوم على مقرات الوكالة في قطاع غزة والعاملين بها، رأينا أن هنالك حملة ترمي إلى تفكيك الأونروا. كان هنالك محاولة تشريعية لجعل المؤسسة كأنها مؤسسة إرهابية. قد تم إظهار التخويف لنا في المقر الخاص بنا، وأخيرا رأينا هنالك حملة شعواء وهنالك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المؤسسة. لقد طلبت مرارا وتكرارا من الدول الأعضاء أن علينا أن نرد، ولا يمكننا أن نقبل هذا التعامل الذي ينطوي على عدم الاحترام الواضح لهذه المؤسسة الدولية، لأن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الأونروا بل يشمل أيضا المجتمع، مؤسسة الأمم المتحدة، وكذلك لن يقتصر فقط مستقبلا على غزة والأراضي الفلسطينية، ولكن قد يمكن أن يحدث في مكان آخر في العالم. لذلك من المهم للغاية أن نكون مسؤولين جميعا عن هذه الأمور التي تحدث والتصرفات. كنا نناقش أيضا هذا الصباح الوضع الطارئ في قطاع غزة والمتابعة اليومية، ولكن هذا الأسبوع مرة أخرى كان هنالك حركة كبيرة من السكان، حوالي 250 ألف شخص تمت توجيههم من الخروج خارج منطقة خان يونس، وهذه ليست فقط المرة الثانية التي يحدث هذا الأمر، ولكن هذه المرة السادسة أو السابعة. فالعيش في غزة يعني عدم وجود أي مكان آمن، ولذلك تكون الناس دائما وبشكل مستمر على الجبهة أمام العمليات العسكرية الموجهة إليهم. ناقشت أيضا مع الوزير عبد العاطي هذا الصباح الأطفال والتعليم. صحيح أن اليوم نصف سكان غزة تحت سن 18، ويوجد حوالي 600 ألف فتاة وفتى يعيشون في الأنقاض وتعرضوا لصدمات كبيرة وعميقة
وهم في سن المدرسة الإعدادية والثانوية. اليوم نواجه خسارة جيل بأكمله فيما يتعلق بالتعليم، وهذا بالطبع أمر مروع. فالتعليم هو حق من حقوق الفلسطينيين، وهو الأمر الوحيد الذي لم يتم أخذه من الفلسطينيين. فالتعليم كان دائما مسارا لتحقيق مستقبل أفضل، ولهذا من المهم للغاية أن فيما يتخطى إنقاذ حياة الناس والحاجة إلى إيقاف وإطلاق النار، وهو أمر أصبح متأخرا ويجب أن يتم في أقرب وقت مستطاع. يجب أن نعيد هؤلاء الأطفال في البيئة التعليمية. الأمر لا يتعلق بعودتهم إلى المدارس بالطبع مع تدمير معظم المدارس، ولكن يجب أن نضع هؤلاء الأطفال في بيئة تعليمية. وإذا ذلك إذا لم نرد المساهمة في وضع بذور للتطرف والكراهية في المستقبل. وهنا مع السيد الوزير عبد العاطي كنا نتحدث عن دور مؤسسة كالأونروا وما الذي يمكنها أن تقدمه، إذ أنه لا يوجد أي بديل، لا يمكن لأي شخص أن يكون بديلا عن هذه المؤسسة فيما يتعلق بالحديث عن التعليم على هذا النطاق، إلا إذا كان هذا البديل دولة قادرة على أن تكون في غزة لتقدم هذه الخدمات التعليمية على هذا النطاق. وهنا في المؤسسة لدينا دور نؤديه في هذا الصدد. مرة أخرى، لقد كنا وكالة مؤقتة لما يزيد عن 70 عاما، ولكن إذا ما كان المجتمع الدولي اليوم ملتزما تجاه خريطة الطريق تؤدي إلى وجود حلول سياسية، فإن الأونروا ستكون قادرة على الاستمرار وتقديم خدمات التنمية الإنسانية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. وحتى يحل هذا اليوم الذي يمكن لسلطة أو حكومة أن تتولى فيها القيام بأنشطتنا. شكرا جزيلا. Thank you. Now we will open the room.